مرحبا بكم اخوتي. نحن توا في هذا مقطع اخرى من السيارات اللي سياراتهم هم اللي محرقات وسيبوهم وعدوا هربوا، هم توا مش قاعدين. هذه بن جواد، صور بن جواد، صور بن جواد، عين حطوا فيها بالعين بن جواد. هم جو في الليل وهربوا في النهار كيف البنات. هذين سياراتهم، تعال تعال صور. هذين سياراتهم واللي ضربوهم الرجال اللي كانوا مرابطين هناي في خلال اقل من 24 ساعه وخروا قريب 50 كيلو. وباذن الله تعالى ديما نقول فيها مشاهده طيبه، وباذن الله تلاقوا في راس حمد غادي. الله اكبر.